اول حاجه هعملها الحل عندي سخنت كويس قوي حلو، عشان ايه نحط الحاجه ما تاخدش وقت معانا. ادي معلقه سمنه، بسم الله كده. استاذه عزه اهلا وسهلا. اهلا بيكي، ازيك يا شفاله؟ الحمد لله، ازي حضرتك يا استاذه عزه؟ الحمد لله يا حبيبتي، انا بشكرك على كل حاجه بتعمليها، تسلم ايدك. ربنا يخليكي، الشكر لله وحده، ما تشكرينيش انا خالص والله. والله بجد يعني بقول لك، بصي احنا مجمعانا كلنا بنتفرج عليكي بجد، تسلم ايدك على كل حاجه بتعمليها. ربنا يخليكوا جميعا ودايما متجمعين في الخير يا رب. يا رب يا حبيبه قلبي، يا رب ربنا يا رب ما يحرمنا منك ابدا، تسلم ايدك على كل حاجه بتعمليها. تعيشي، ايه رايك في صينيه التورلي النهارده اللي عملناها؟ تسلم ايدك بجد بجد، يعني بصي عايزه اجي اخدها بجد. يلا ما تغلاش عليك يا ستي، خليكي مكانك وانا ابعتها لك، ايه رايك؟ ما تحرمش منك ابدا يا رب، ربنا يا رب يبارك فيك يا رب، ما تحرمش منك ابدا. الله يكرمك حبيبتي، تسلم ايدك على كل اللي بتعمليه يا رب. تعيشي يا حبيبتي، ربنا يخليكي يا رب. ابعت هنا بس لاخواتي. يلا يا جميل، ربنا يا رب يديك الصحه، ما تحرمش منك. انا بقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وربنا يخليكوا ليا، وبقول لولادي ربنا يخليكوا ليا، وكل سنه وهم كلهم طيبين. كل سنه وكلهم طيبين، وكل حبايبك طيبين يا رب، ويخليكي ليهم ويخليهم ليكي، اللهم امين يا رب. واشكرك يا حبيبتي على كلامك الجميل ده، الف شكر. البصله اللي في الرز ما ينفعش تاخد لون، لو خدت لون هتعلم لي جوه الرز، ابص الاقي حاجات غامقه، حاجات بني، حاجات سودة، مش عايزين الرز شكله بصراحه يبوظ معانا. فالبصله بتاعه الرز تشويحتين كده مع السمنه تدبل بس. اعرف ازاي واظبطها ازاي بالشكل ده؟ ان انا احط كام فص حبهان، ثلاث فصوص اهم صحاح كده، مع كام فص مستكه برده حوالي ثلاث فصوص، مش اكتر من كده، مش هكتر عن كده. اول ما شم ريحه الحبهان والمستكه، يعني معنى كده ان هم ابتدوا يسيحوا وياخدوا السخونيه بتاعه السمنه، يبقى شكرا على كده. شفتوا بقى، اشم بس ريحه الحبهان والمستكه طلعت عليا وانا واقفه، على طول اروح نازله بالرز، ماليش دعوه بالبصله خالص، انا مش عايزه البصله تاخد لون ومش عايزاها تتحمر، انا حطاها عشان بس الرز ياخد طعمها الحلو بتاع البصله. وفي نفس الوقت في المرحله دي هي مسكره، فيها تسكيره كده، التسكيره دي مع الحبهان والمستكه قد ايه طلعوا لك شويه رز طعمين طعمه السنين باذن الله. تقليبه، انا لغايه دلوقتي ما شمتش لسه الريحه. يا ام مصطفى. الو ام مصطفى، اهلا وسهلا. ازيك يا شفاله؟ ام مصطفى فين؟ ام مصطفى لو الخط قطع يا ام مصطفى كلميني تاني. انا كده ابتديت اشم الريحه بقى اهي. الله الله الله، طبعا انتوا عارفين الثنائي ده، الحبهان والمستكه لما بيسخنوا بيطلعوا لي ريحه عامله ازاي. يلا بينا بقى دلوقتي نروح منزلين الرز. شايفين البصله تعتبر نيه، مجرد انها دبلت بس، ننزل بالرز. يا ندى، بسم الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حبيبه قلبي، عامله ايه؟ الحمد لله يا احلى ندى في الدنيا. ربنا يبارك لك يا حبيبتي، انا بحبك جدا جدا والله، بصي بعشقك. ربنا يخليك يا رب. بتفرج عليكي في المباشر والاعاده والله. كل ده كل حبي فيكي. شفتي بقى؟ ربنا يخليكي. شفتي بحبك قد ايه؟ ربنا يبارك لك ويجعله في ميزان حسناتك يا رب، كل اللي بتعمله لنا يا رب. ربنا يخليكي وما تحرمش ربنا يبارك ابدا يا رب. ربنا يخليكي يا حبيبه قلبي، انت حبيتينا في كل حاجه، في الناس وفي المطبخ وفي كل حاجه والله. ربنا يخليكي، ده من ذوقك والله. ربنا يخليكي يا حبيبه قلبي، بس هطلب منك طلب بعد اذنك. تحت امرك، اطلبي اللي انت عايزاه. الامر لله بعد اذنك. بس انا اتفرجت على حلقه العنب الزبيب، بس هو نص معلقه نشادر. لا نشادر، لا نشادر ايه؟ امال ايه؟ مش عارف، مش نشادر خالص وحياه ربنا. طب قلنا ايه؟ قلنا نص معلقه كربوناتو. كربوناتو ايوه، والنص ونص التاني. معلقه ملح ليمون. ملح ايوه صح، انا اقصد الملح ليمون. ايوه معلش. اوعي إيه نشادر ايه؟ ما جبناش سيرتها والله خالص. يبقى ملح ليمون وكربوناتو. ايوه يا حبيبتي، نص معلقه ونص معلقه. ربنا يخليك يا حبيبتي، ما تكتريش. ماشي، نص معلقه على الكيلو، نص معلقه ونص معلقه. التين والعنب نفس الحكايه، نص معلقه هنا ونص معلقه هنا. ربنا يخليك يا حبيبتي وتفرحي باولادك يا رب. ان شاء الله يا ربنا يخليك. ما تحرمش منك يا حبيبتي ابدا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حطيت ملح وحطيت رشه قرفه، القرفه مع الحبهان والمستكه مع ذره بودره الزعفران، قد ايه هيطلعوا لك شويه رز يتاكلوا لوحدهم كده، مش محتاجين صينيه التورلي جنبهم ولا اي حاجه، دول كده يبقوا اكله لوحدهم. قول لي مين يا زباعي معانا؟
يا ام نورهان اهلا وسهلا. يا نورهان، نورهان اهلا بيكي. نورهان ايه الخط قطع؟ نعم؟ اوكي تمام. ماشي. يا مدام شريف، مدام شريف اهلا وسهلا. هي فين يا جماعه؟ حط شويه ميه كده. يا استاذ صدام. ايوه اهلا وسهلا. اهلا بيك يا شيخ. اهلا، ازاي حضرتك؟ الحمد لله، والله انا بحبك قوي. ربنا يخليك، منور سفره وطبليه النهارده. تعيشي والله العظيم، انا حياتك حلوه كلها. ربنا يخليك يا رب. تعيش يا فندم، شرفتنا. ماشي. طب بقول لك يا شيخ، تعالى تحت امرك. استاذ صدام، اخويا عايز يكلمك. معلش يا شيخ، تعالى اتفضل تحت امرك. ماشي. ازيك يا شيخ؟ يلا الحمد لله. اسمك ايه يا عمر؟ اسمي شعبان. ازيك يا شعبان؟ الحمد لله والله كويس. الحمد لله، دايما كده مع بعض. وتكلمني على طول يا شعبان. وانت عامله ايه يا شيخ؟ يلا الحمد لله. انت في سنه كام يا شعبان؟ انا داخل سته. داخل سته، تدخلها كده ايه بقى بقوه كده ومذاكره. ماشي ان شاء الله. باذن الله، وبالنجاح والتوفيق دايما يا رب. اشكرك يا قمر، شكرا ليك وشكرا لاخوك، وشرفتونا النهارده. كده خلاص الرز بتاعي هسيبه بقى يتشرب. بعد ما يتشرب في الاخر خالص، هتبقى اخر خطوه معايا بودره الزعفران. مش دلوقتي خالص، بس لازم احطها كده جنبي عشان ما انساهاش. اول ما يتشرب ودخل في السوى، بروح واخده بسنه المعلقه كده، بسن المعلقه شويه صغيرين من بودره الزعفران، معلقتين ميه، ادوبهم مع بعض واروح حطاهم على الرز كده واقلب، مش اكتر من كده. تدي لون حلو، بتدي ريحه، وبتدي طعم مميز جدا ورخيصه. دي الرخيصه مش الغاليه.